كما قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن رؤية الدولة المصرية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجودة منذ أكثر من 25 عاما، لكن فعليا لم تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة شبه يومية وعلى أرض الواقع. بنتكلم على موضوع صناعة السيارات وإطلاق الاستراتيجية، إن أنا بس أسترجع إن يعني الرؤية لتطوير منطقة شرق بورسعيد كلها كانت موجودة يمكن من أكتر من 25 سنة، ولكن فعلياً لم تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية قوية جداً من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال يعني المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى واقفين النهاردة على هذه الأرض، لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص، مش بتكلم على معدة. كما أضاف رئيس الوزراء أن مدينة سلام مصر في شرق بورسعيد ستتكامل مع المشروعات المنفذة بشرق بورسعيد، مشيدا بالجهود التي ينفذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الشركات المشاركة بالمشروعات. أكون النهاردة أن احنا نبقى قاعدين في مبنى بهذا الشكل بنتكلم على حجم مصانع وعلى مواني وعلى أرصفة بالكيلومترات بتتنفذ، يعني أنا كرجل مهندس بقول هو إعجاز هندسي بكل المقاييس. ومرة أخرى بوجه الشكر لرجال الهيئة الهندسية القوات المسلحة وكل القائمين على هذا المشروع من الشركات المقاولات المصرية اللي حققوا فعلا هذا الحلم اللي كنا زي ما بقول موجود في المرجعيات والتقارير والدراسات التخطيطية على أساس أن هذا المشروع بالفعل هو مشروع عبقري في نقطة التقاء لكل قارات العالم. ولكن مرة أخرى لولا الإرادة السياسية لفخامة الرئيس ومتابعته الدؤوبة لتنفيذ هذا المشروع ما كنا نحن النهاردة نبقى واقفين في هذا المكان.